بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بأبنائي وبناتي الأعزاء، من هنا ننطلق، من هنا تنطلق قافلة بكالوريا 2020 إن شاء الله، التي نسأل الله جل وعلا أن يوفق فيها جميع أبنائي وبناتي الأعزاء، مع الوالد الكريم حفظه الله ورعاه. أترك لكم البداية أن يقول لكم كلمة فتفضل. إذا ها قالها أبي حفظه الله ورعاه، أن الله ينجحكم كذا إن شاء الله. نسأل الله التوفيق وإن شاء الله البركة في هذا الوالد الكريم، الذي نسأل الله جل وعلا أن يطول إن شاء الله في عمره. ومن هنا نكمل مسيرتنا نحو هذا هو المكان الذي انطلقت في المرحلة الدراسية، ونكملها إن شاء الله من هنا إلى بكالوريا 2020، الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفق. إذن اعلم أن من سار على الدرب وصل. إذن مسيرتنا نحو أفاق أفضل، مسيرتنا أن نخرج دموع الوالدين يوم خروج النتائج أو الرزلطة. أولادي وبناتي، لازم الإنسان ما يستسلمش، لازم الإنسان يكون له دائما نشاط، له دائما أفاق نحو مستقبل أفضل. نعم، يعلم أن لا مستحيل في إذا حضرت إرادة الإنسان. إذن وأعيدها كذلك بالدرجة، ما كاش حاجة واعرة الإنسان إلا كانت عنده واحد الرغبة وكانت عنده واحد الهدف. كذلك هنا كذلك درسنا في هذه المناطق التي تلاحظونها هنا، كان الأستاذ في هذا المكان المبارك، كنا هنا نحضر وكنا هنا كذلك وكنا هنا نبات. ليس أن نقول هذه على أن الأستاذ يعني راه يورينا فيديوهات ولا لا، الهدف تاعنا هو باه نقول لكم باللي ماشي قضية أماكن أو قصور أو كذا أو كذا، إنما القضية راهي قضية إرادة، إذا قضية رغبة، قضية سوف لا أعيش في هذه الأشياء أو أبقى في هذه الأشياء، إنما دائما أفكر أن أتحول إلى مستقبل أفضل، مثل ما كانوا أجدادنا وأسلافنا كانوا من الفقر إلى شيء أكبر من ذلك. فعلى الإنسان دائما أن يفكر أن يكون طبيب، أن يكون مهندس، أن يكون إطار عالي وسامي، وما يقولش باللي واش ندير بقرايا، لأن هذا مصطلح دخيل علينا. كيفاش واش ندير بقرايا؟ ربي سبحانه يقول قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. يعني من هنا انطلقت مرحلتنا الدراسية، ومن هنا كانت هنا في هذا البيت خروج الريزلت بتاع الباك 1997، وكانت هنا الزغاريد، وهنا وهنا وهنا. إذا كذلك أنتم في الأماكن التي تدرسون فيها اجعلوا فيها ذكرى حسنة وذكرى تتذكرها بدموع الفرح ليس بدموع القرح. هكذا علمتنا الحياة، نحن لن نستسلم، إما النجاح أو النجاح. بكالوريا 2020 حاجة واحدة برك، أولادي وبناتي نقصوا الفيسبوك والإنستغرام لأنهم راهم يضيروا الوقت بزاف، ما نقولوش حاجة واحدة أخرى. ويلكم زعماء زعيمات، هار الريزلتا خرجوا الدمعة تاع الوالدين، ولكن دمعة فرح ماشي دمعة قرح إن شاء الله. وسمحونا لا طولنا عليكم، مع تحيات أستاذ مهدين، ولا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحم الطائرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.